احنا في مع الطبيب اليوم باش نحكيه على الاطفال وعلى حالات خاصه ربما ماهيش متفشيه برشا، مع الدكتور واخصائي الطب النفسي للطفوله سي نجيب المزغني. مرحبا بك سي نجيب. وبيك يا عيشك. اذا سي نجيب اليوم باش نحكيه على الذكاء المبكر عند الاطفال، كيفاش نكتشفوه وتاثيره في اندماجه الاجتماعي وخاصه في محيطه. هما الاطفال هذوما انت قلت ما همش بكثره، وفي الحقيقه تقريبا ما بين 2 و3%، يعني بعباره اخرى اذا عندنا مليون طفل في المدرسه عندنا 100 ولا 200، عندنا ما بين 200 و300 ألف، 2%. حسيلو فما كمان نسبه باهيه محترمه. الاولاد هذوما معناتها في معظم الحالات نشرقوا بهم وقت اللي يدخلوا المدرسه. على خاطر نشوفوا اللي كونهم عندهم ميزات. ميزات اللي لربما تحير الاستاذ وتحير العائله. تحير الاستاذ علاش؟ على خاطر يشوف اللي الطفل هذايا ماهوش ما يتصرفش بطريقه عاديه. نورمال. كيما الاولاد الاخرين. سوفون تلقاهم يسالوا برشا. وبعد ساعات الاساتذه والمعلمين معناتها يفهموها بطريقه غلطه، يقول لك شبيه ياسر ياسر ما يخلينيش نقري. فهمت؟ كوريو يكونوا فضوليين. هذه هي. وثاني حاجه تلقاه سوفون معناتها يسمع وبرشا مرات يقولوا لك راهو معناتها يظهر ظاهريا ماهوش قاعد يتبع، خاطر قاعد يلون على الراسة ويخنتب وتكسترا، ولكن كي يسالوا يشلق اللي كونه يتبع في الدرس ويجاوبه صحيح. دونك وزيد من الحاجات الاخرى اللي لاحظوها الاساتذه اللي كونه الذكاء نتاعو غير عادي، يعني يجم يحل مساله بطريقه تلقائيه. فهمت؟ في ساعة، لكن كي تقول له يلقى النتيجه نتاع السؤال المطروح ولا المسألة المطروحة. أما كي تجي تسأله تقول شنو هي المراحل اللي تعديت بها باش توصل للنتيجة هذه، يصعب عليه باش يفسر لك شنو هما المراحل. دونك أون أ لامبريسيون كي لون أون انتيليجونس انتويتيف. من ناحية أخرى الأولاد هذوما كم يفهموا بسهولة. دونك اللي ما يحبوش التكعرير ياسر، وفي التدريس سوفون المعلم مجبور باش يعاود المعلومة باش الاولاد الكل تستوعبها. دونك في معظم الحالات تلقاه يقلق وكي يقلق يولي يشوش، كي يشوش يفرعس القسم. كي يفرعس القسم بيان سور معناتها المعلم في معظم المعلمين ما يتحملوش الشيء هذايا، ويوقع العقوبات، والعقوبات المتاليه تؤدي الى فقدان الثقه في النفس. وهذا اللي نلاحظوه برشا مرات عند الاولاد هذوما. فهمت؟ البعض منهم يحس روحه مختلف على الاخرين، يشلق اللي كونه ماهوش كيما اصحابه. وبرشا يقولوا لك نحن ما نحبوش نبداو مختلفين على اصحابنا. دونك حتى في الدراسه تلقاها كي يسالوا صاحبه باش يفسر له يقول له ما نعرفش، هو يعرف. يقول له ما نعرفش مش على حاجه باش ما يظهرش اللي هو خير منه. فهمت؟ اللي هو لقى الحل للمساله اللي لربما الاخرين ما لقاولهاش الحل نتاعها. سوفون تلقاهم عندهم الامكانيه باش يمشيوا الكوليج بيلوت والليسي بيلوت، يقول لك لا انا ما نحبش نمشي الكوليج ولا الليسي بيلوت. تقول له علاش؟ يقول لك انا نحب مع اصحابي، نحب روحي كيما الاخرين. فهمت؟ دونك وهذه من الحاجات اللي لاحظوها زاده بكثره. اون ديري يقلص من الذكاء نتاعو ولا ياخذ دور التلميذ العادي باش ما يظهرش هو متميز على هو باش ما يظهرش متميز على الاخرين. نرجع لك سامحني دكتور نجيب، ونرجع للاشكاليه ربما اللي تحدث في القسم كما قلت انت. ربما الاستاذ او المعلم ما يستوعبش الحاله اللي فيها التلميذ وتنجم تؤدي لبرشا عقوبات كما قلت انت. دونك هنا كيفاش يتصرف الولي، كيفاش يتصرف التلميذ باش يتاقلم مع المحيط نتاعو وباش
باش يواصل فكره انه متميز على على غيره على غيره. هما برشا من برشا اولياء يقول لك يحس لولده مختلف على الاخرين، خاطر يقول لك انا ولدي هذايا مثلا نتكلم على بكري قبل العام ستة شهور وديجا بدا يتكلم افكتيفمون وفما صدا يمشي بكري. هذا دونك النمو نتاعو مختلف عن النمو اللي نتاع العادي نتاع الاخوه الاخرين ولا نتاع اللي نشوفوهم معناتها الاعتيادي هما مختلفين عليه. دونك في النمو نتاعه تلقاه يبدا يتكلم ستة اشهر ثمانية اشهر يتكلم، فهمت؟ لكن معظم الاولاد من عام الفوق عامين عامين ويشكل جملة جملة مفيدة. ثلاثة سنين يجب يتناقش معاك ويطرح مسائل، فهمت؟ مسائل متاع مثلا علاش هكايا ربي شكون ربي وين موجود ربي مثلا. هذه من الأسئلة اللي نشوفها بكثرة بكثرة، فهمت؟ وقت اللي خاطر هما حساسه فوق القيمه، دونك عندهم تساؤلات اللي ربما ما لاحظوهاش عند الاولاد اللي في نفس العمر. فهمت؟ مثلا يبدا يسالك على زعما نحن نهار اخر وين نمشي، دونك سؤالات طفل ثلاث سنين ويسالك السؤالات هذه يحيرك حتى كيفاش باش تجاوبوا وسوفون نلقاو داير من الميزه نتاع الاولاد هذوما اللي تلقاهم ديما يسالوا سؤالات، ما يسالوش السؤالات للاولاد اللي في عمرهم، يسالوا السؤالات للكبار. فهمت؟ وبعد ساعات سؤالات معناتها دقيقه وما تجمش تبرولوا هكايا تقول انت نعطيه اجابه سطحيه، فهمت؟ سوفون يسالك ويعاود يسالك ويزيد يدقق في السؤال، واذا استلزم الامر يدخل على الانترنت ويحب يفركس ويحب يشوف ويحب يطلع. دونك فما حب الاطلاع عندهم. دونك ابار سا سامحني دكتور، وقتاش نجمو نسميو الصغير اللي يبدا عنده الحاله هذه؟ وقت اللي نشوفوا العلامات هذه الكل حتى لغات والاول ولي يحس. سامحني معناتها باش نرجع للفكره نتاعي، معظم الاولياء معظم الاولياء يقول لك انا توكي باش نقول ولدي ذكي، فهمت؟ بالك شي باش تظهر نوع من الغرور، فهمت؟ بالك شي الاستاذ باش يشوفها من معناتها ما تعجبوش الحكايه. هو وقتاش يوقع التشخيص؟ وقت اللي نشوفوا اللي كونوا فما الميزات هذية عند الطفل ونعملوا حاصل الذكاء، يعني نهزوا الطفل هذية باش نعديوا له اختبارات الاختبار نتاع حاصل الذكاء، وسوفان سي دي بسيكولوج اللي يعملوا شيء هذية، نقيموا حاصل الذكاء، نلقاو حاصل الذكاء نتاعو يفوق المعدل العام. المعدل العام نقولوا سامحني فقط باش نفسروا للناس اللي تتفرج فينا. الدكتور حاصل الذكاء هو معناه نورمالمون مرتبط بمناطق الذكاء، بالاختبار اللي يصير على مناطق الذكاء من ناحيه اللغه المفهوم الحساب. هي فما انت فما برشا مقاييس، نحن عندنا مقياس نستعملوه هنا بكثره، فهمت؟ في تونس خاطر يتلائم مع الاولاد نتاعنا. المقياس هذا يخول لنا باش نعرفوا حاصل الذكاء. الحاصل الذكاء العادي من 80 ل 120 نقولوا نحن الطفل هذا عنده ذكاء حاد اذا يفوت ال 130، فهمت؟ ذكاء حاد جدا عبقري اذا فات ال 150، وراهو معناتها بكثره مالوريزمون الاولاد هذوما جزء منهم يعيش حاله اخفاق مدرسي. فوالا دونك كي تقول كيفاش انسان عنده حاصل الذكاء وعندي في مخي معناتها طفل اون بارتيكولي وان شاء الله يسمع فينا هو ولا الولي نتاعو عنده حاصل الذكاء 154 كي نعرفوا نحن معناتها اللي اينشتاين حاصل الذكاء نتاعو 160 وقربنا لاينشتاين، فهمت؟ والطفل هذايا في حاله اخفاق مدرسي ديما فما تاثير سلبي على ادائه المدرسي. اخفاق مدرسي على الحاجات اللي قلناها، اللي كونه معناتها ما يحملش يبدا تميد، ما يحبش يظهر الامتياز نتاعو، ما يحملش الاختلاف التكرار. يقول لك المعلم يقول الحاجه ويعاودها، يقول الحاجه ويعاودها،
يا اخي بون علاش يعاود تما قالها مره سي 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 بون فهمت دونك ما يحملش الشيء هذا وكيما يحمل الشيء هذا الطول هذا وباساج عمره 12 سنه عنده 154 تقول واش تحب تولي حاصل الذكاء وتقول واش تحب تولي نهار اخر يقول لك رئيس حكومه فهمت يبدا يحكي معاك على السياسه تقول انت محلل سياسي فهمت دونك معناتها باش نوريكم حتى الاهتمامات نتاعهم ما تقاربش الاهتمامات نتاع الاولاد اللي في عمرهم نورمال احنا طبيب 12 سنه ويحكي لك على السياسه والاقتصاد وشنو هي الاصلاحات اللي يلزمها تصير ورؤساء تولي ويقول لك انا نهار اخر نحب نولي رئيس دوله تقول سبحان الله هذه مش من الحاجات اللي نشوفوها عاديا فهمت عند الاولاد نتاعنا كيفاش نتصرفوا دكتور كيفاش نتصرفوا لا هي ما عندها فما برشا حلول نحن فما حلول اللي عملتها الدولة كمثلا خاطر هذول يلزمهم برامج خاصة هو راهو في الأوريجين في الأصل 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 لي كوليج بيلوت والليسي بيلوت مشغولين للناس اللي كيما هذو فهمنا في الأصل مشغولة للناس اللي كيما هذو عندهم ذكاء ربي سبحانه أعطاه ميزهم مناطق ذكية مناطق ذكية ونحن نحب نقريهم كيما الأولاد العادي وهذا معناتها مش ممكن عبارة على إنسان ساقه 43 ونحبوه يلبس معناتها صبات مخيس 40 شيء طبيعي ما يتلائمش شيء ما يتلائمش شيء دونك نورمالمون الكوليج والليسي بيلوت مشغول الاولاد هذوما في بعض الدول فما الامكانيه باش الطفل يسوت دو كلاس يعني مبدئيا تلقاه مثلا وقبل كانت ممكن راهو معناتها يظهر لي في السنوات هذه الاخيره ما عادش اما قبل كانت ممكن تلقاه ينقز قسم صحيح فهمت ينقز قسم في البعض الاخر يقول لك انا معناتها مبدئيا باش جو في انريشير الزاد المعرفي نتاعو يعني معناتها باش يقرا في المكتب وباش الذكاء هذايا ما يتقلصش فهمتوا وما يضمحلش وما ينجم يضمحل هو دكتور الذكاء عباره على عضله اذا تخدم به باش يفا سو ديفلوبي عضله يعني مش اذا تخدم به يفا سو ديفلوبي اذا ما تخدمش به بقى شيء طبيعي باش يتقلص بشوي يتقلص دونك نحن حاجتنا باش الذكاء هذايا محواجنا للناس هذوما الأذكياء فماشي ما يغيروا الحاله نتاعنا والواقع نتاعنا فهمت دونك الناس هذوما اللي باش نضيفوا على البرنامج العادي نضيفوا حاجات نضيفوا نشاطات فهمت النشاطات تنجم تكون مثلا ندخلوا في نادي نتاع انفورماتيك في نادي نتاع التو الاولاد الصغار شطرنج مغروب شطرنج ميوزيك سوفون كل لي روبو اللي يصنعوهم الروبوات اللي يصنعوهم فهمت وعندنا راهو نوادي لهنا فهمت عندنا كلوب جون سيونس عنده دي سيكسيون اللي فهمت البعض الاخر بعض المدرسين يفهموا الطفل دونك يعطيه مسألة خاصة لي هو يعني مبدئيا إذا يعطي مسألة معينة للماضي من القسم باش يزيد يصعب شوية اللي هو بالذات فهمت باش يتلائم على القدرة نتاعو دونك هذه من الحلول الممكنة مالوريزمون زاد الأولاد هذوما في معظمهم سورتو اللي يفوتوا 150 ما تلقاش حاصل ما تلقاش حد الذكاء بركه تلقى حد الذكاء ومعاه افراط حركه وقل التركيز حد الذكاء ومعاه يبداو اجيتي ولا اجيتي اللي يزيد يعكر الحاله واللي يضيع الاستاذ خاطر ما يشوف ينجم العكس هذا دكتور كما ينجم يكون اجيتي برشا ويتحرك برشا كما يكون تيميد تيميد وجابد روحه وريزيرفي وما يشاركش ودونك يظهر ما نتاع ظاهريا تقول هذا طفل ديبيل على ليميت كيما قلت دندي متخلف ذهني انا كل اللي في الواقع حاصل الذكاء نتاعي نتاعو يفوت المعدل العام ما حوجنا باش نتعرفوا على الاولاد هذوما اكيد وننميو القدرات نتاعهم ان
شاء الله فهمت ونوجههم الاتجاه الصحيح. صحيح افكتيفمون. خلينا نربط مع كلامك دكتور، وشنو هي التدابير الممكن اتخاذها بالنسبه للاولياء والمحيط المقرب ليه باش يواصلوا الصغير هذاك، وكما قلت انت باش العضله نتاعو تاع الذكاء هذه تنمو اكثر وما تضمحلش؟ اه والله انا نرجع ونقول يلزمنا ساعه نكونوا اليكوت نتاع الاولاد نتاعنا، يعني مبدئيا نسمعوهم، هذه حاجه. وخاطر في معظم الاولاد هذوما عندهم صعوبات مع الاولاد الاخرين، خاطر يحسوا روحهم مختلفين عليهم، حتى في العلاقات هما المشكله اللي اذكياء من شيره وعندهم صعوبات من شيره اخرى، اذكياء ويفهموا ارمش، ولكن في الحياه الاجتماعيه وفي الاندماج نتاعهم مع المحيط يلقاو صعوبات. دونك وهذه الصعوبات اللي يلقاوها تولد برشا خوف، برشا حزن، برشا غش، فهمت؟ ويستحق الطفل هذا باش يعبر على الغش نتاعو، هذه حاجه. وثاني حاجه، اذا نحن فهمنا اللي ولدنا عنده حاصل ذكاء ربي سبحانه اعطاه الشيء هذا، لربما نتعاملوا معاه بطريقه مختلفه، نحاولوا باش نغذيوه بالنشاطات والمعلومات اللي لربما تتلائم مع حاصل الذكاء نتاعو. راهو الاولاد الكل مش كيف وراهو ما نجموش نطبقوا برنامج ستاندار للناس الكل، يعني عباره على الشعب التونسي الكل، لابسوه صبات قياس 40 فوالا، فهمت؟ ما ناخذوش بعين الاعتبار الخاصيه نتاع الطفل هذا وطفل الاخر. اكيد اكيد. واحنا دعوه بربي للاولياء وزاد الاطار التربوي في التعامل مع الصغيرات هذوما ومساعدتهم في استغلال الطاقه نتاعهم الفكريه عن طريق تشجيعهم ومساعدتهم. فما معلومه اخرى ابارامون، معناتها فما دي رومور تقول اللي كونوا الكوليج والليسي بيلوت هذا باش ينحيوه. اه فهمنا، نشوف اللي من الحاجات اللي اذا المعلومه صحيحه. يا خيبه المسعى. واذا مواصلين في الاتجاه هذايا، بالله دعوتي للمستثمرين في قطاع التربيه يعني باش يعملون معاهد مختصه ومدارس مختصه للاولاد هذوما اللي رانا فائقي الذكاء، اللي رانا في حاجه اليوم، وراهو المستقبل نتاعنا مربوط ياسر بالشيء هذا. دونك استثمار الونتيرم، استثمار للشعب التونسي الونتيرم المستقبل. اكيد. يعطيك الصحه دكتور نجيب المزغني اخصائي الطب النفسي للطفوله، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا الكل. هو اون جينيرال احنا ما نقولوش فما واحد ذكي واحد غبي، صغيرات الكل بهين ومزينين، وان شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم، فقط الاطار التربوي شويه تاطير زاده في التنشئه الاجتماعيه وفي الوالدين. احنا خلينا نتعدى